الأولى في تاريخها بطولة أمم أفريقيا. الحقيقة وإحباطا للحق السنغال تستاهل مستوى ثابت على مدار أكثر من 3 أو 4 سنين. البطولة اللي فاتت توصل للنهائي وتخسر 1-0 قدام الجزائر، والبطولة دي توصل للنهائي للمرة الثانية على التوالي. هم كانوا الأفضل طول المباراة وهم يستاهلوا الفوز. أرض لا تلاعب منتخب مصر للرجالة، ولا واحد كان يتوقع ان احنا نوصل للنهائي بالمستويات اللي كنا بنشوفها قبل كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل والحمد لله. انا زعلان على بكاء اللعيبه دي وبكاء الجمهور، عملوا اللي عليهم، لعبوا اشواط اضافيه كتير ولعبوا وقت كتير ومجهود بدل كتير. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. ارجو لك لكل لعيبه منتخب مصر وكل جمهور منتخب مصر، عملوا اللي عليكم زي ما انت شايف منتخب مصر.